بسم الله، صباح علو الهمة. النهاردة هنتكلم على الفيسز. يعني ايه الفيسز وايه لازمته؟ دلوقتي ممكن يكون المبنى بتاعي هيتعمل على اجزاء، يعني هيتعمل مثلا هو عبارة عن 3 4 مباني، فهنعمل السنة دي المبنى دوت والسنة اللي بعديها المبنى دوت، او انا عندي منطقة كبيرة فانا هبدأ اقسمها على اكتر من جزء، او في جزء اتبنى قبل كده وفي جزء هيتبني وفي جزء في المستقبل لو في فلوس هيتبني، لو مفيش فلوس هنسيبها حته فاضيه. فبتقسم على مراحل، تمام؟ فانا ببدا اظبط المراحل بتاعتي. طيب خلينا نشوف في موضوع المراحل. اي حاجه انت بترسمها او اترسمت، لو جيت عملت لها سيلكت ورحت بصيت على الخصائص بتاعتها، هتلاقي ان في هنا خاصيه اسمها الفيسز، تمام؟ بيقول لي ان هي الفيس كرييت موجوده فين، هل هي اكسيستنج موجوده فعلا ولا نيو كونستراكشن هتتعمل. يعني ممكن يكون الجزء ده موجود اصلا حقيقي مش هيحتاج ان احنا نعمله، بس احنا حاطينه في الموديل على اساس نبقى عارفين الجزء اللي جنبينا او الجزء اللي معانا ايه، او ده هيتبني لسه، تمام؟ وبحدد الفيس الهدم نفسه هيبقى امتى، الديموليش، تمام؟ فانا ببدا احدد الحاجتين دول. طيب دلوقتي انا ممكن اجي كده واعلم على الجزء دوت وابدا اقول له ان ده اكسيستنج، ده موجود فعلا، وده هيتهد في النيو كونستراكشن، يعني انا هبني جزء معين وههد الجزء دوت، تمام؟ اهو بيقول لي خلي بالك ما ينفعش ان اتنين متوصلين ببعض واحده فيهم هتتهد في النيو كونستراكشن والباقي هيتبني. فبدأ يديها لي بلون ايه مختلف عشان يعرفني ان في حاجه هنا هتتعمل ديمولش. طيب انا مش هعمل سيلكت على حاجه خالص، وهدخل في الخصائص بتاعت الفيو نفسها، فلاقي هنا عندي حاجه اسمها الفيسنج، الفيس فلتر، انت عايز تشوف اني حاجه في عندي، شو اول او شو كومبليت، هيوريني الحاجات اللي اكتملت، تمام؟ فده هيتهد، هيوريني مثلا شو نيو، وريني الحاجات الجديدة، تمام؟ فدي فلاتر، تمام؟ ممكن نون، ممكن شو ديمو زائد نيو، خلينا نقول له مثلا وهنا الفيسز اللي احنا موجودين فيها، هل احنا في اكسيستنج، تمام؟ اللي هيجيب لي بس الحاجات اللي هي متنفذه فعلا زي كده. طيب الحاجات دي انا اقدر اتحكم فيها، اقدر اتحكم فيها ان انا اروح مانج والاقي فيسز، هيبدا يقول لي دي البروجكت فيسز، ممكن اقول له ضيف فيس 1، تمام؟ دي مثلا مبنى ده هيتعمل فيه مثلا مبنى بتاع المستشفى، ده مبنى الاداري، هكذا. وفيس 2، ونبدا نحط الحاجات اللي هنا. طيب بيقول لي الفلاتر بقى، الفلاتر اللي هنا دي هبدا اتحكم فيها من هنا، يعني اقول له لما انا اختار شو نيو، طيب الحاجات الجديده تظهر كلها ولا تظهر حسب الكاتيجوري بتاعتها ولا ما تظهرش. طيب لو انا اخترت شو نيو، الحاجات النيو هتظهر حسب الكاتيجوري، يعني لو هي في كاتيجوري الظاهره تظهر، لو مش تظهرش ما تظهرش. الاكسيستنج مش هتظهر، الديموليشت الحاجات اللي اتدمرت مش هتظهر، الحاجات التمبوراري مش هتظهر، تمام؟ فتقدر تتحكم من خلال الفيس فلتر بال ايه الحاجه اللي تظهر وايه الحاجه اللي ما تظهرش. وبعد كده جرافيك اوفر رايد بتبدا تشوف بقى، يعني لو هي ديموليش هبدا اديها خط مقطع بحيث الناس تعرف ان الحاجه دي هيتم هدمها او تم هدمها، دي الحاجه الجديده تترسم مظبوطه، دي الاكسيستنج الحاجه اللي موجوده فعلا، التمبوراري هياخد الخط دوت، تقدر تدخل هنا وتعدل الخطوط وتغير الالوان زي ما انت عايز، بحيث ان اول ما تشوف اللوحه تعرف ايه الحاجه اللي اتهدت وايه الحاجه اللي هتتهد وايه الحاجه اللي اتبنت وايه الحاجه اللي هتتبني، وتصريف الافعال والفيرب والحاجات دي كلها، تمام؟ طيب تقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز بشغل مثلا في فيس 1، فيس 2، فيس 3 زي ما انت عايز. زي ما انت شايف الامر بسيط بس بيفيد جدا جدا في الشغل بتاعك. تقدر مثلا تقول له انا عايز اشوف مثلا الكومبليت، تقدر تعمل دوبليكيت من اللوحه ديت واللوحه دي تحط فيها شغل واللوحه دي تحط فيها شغل تاني. ممكن اجي هنا اقول له انا عايز ارسم بقى حاجه تانيه غير الجزء دوت، تمام؟ انا اعتبر التانيه اتهدت، طب هكملها ازاي؟ هكملها بطريقه تانيه. فيبقى انا كده عملت شغل بطريقه نظيفه جدا، ان انا وضحت
الشغل بتاعي، وخلينا مثلا اهي دي انا عملتها بالشكل دوت. لو انا عملت دوبليكيت من الفيو دوت، تمام، فهنا بس مجرد ان انا غيرت وقلت له مثلا شو اقول، او بلاش اقول، اختار حاجه تانية تظهر لي الديمولش وتخفي ديت، هيبان مع الشغل. تمام، فكده بين لي الشغل القديم وبين لي الشغل الجديد، وتقدر تتحكم ان هو يظهر لك الشغل القديم بس، يظهر لك الشغل القديم بس زي ما انت عايز. دي فكره الفيسز. لو عجبك الفيديو لايك وشير واعمل اشتراك في القناه.